اليوم هو أول يوم في فعالية هذا المؤتمر. قمنا بجلسة مقهى الشباب. كان الموضوع اليوم هو الشباب والمعرفة الاقتصادية. تناولنا هذا الموضوع من العديد من الجوانب، منها كانت محاضرة الدكتور سيف ممتازة جدا، والشباب الحاضر هون كان نخبة من الشباب. صار في تفاعل كبير في الأفكار والمقترحات والمبادرات الشبابية، خصوصا أنه الشباب، نوعية الشباب الحاضر اليوم هو الشباب المتميز ونخبة شبابية من الشباب العربي، وإن شاء الله بنطلع مجموعة من الأفكار اللي نحقق أهداف هذا المؤتمر بالأخير.